فده خط دفاع اول، خط دفاع تاني علاج طبيعي، خط دفاع تالت ممكن يبقى حقن في الكتف. زمان كنا بنحقن كورتيزون، دلوقتي بنحقن بلازما، واذا ما نجحتش بنلجأ للكورتيزون. ولو سمحت لي ممكن اتكلم على الكورتيزون، حوار الكورتيزون بعد كده عشان نغير مفاهيم بعض الناس. اكيد هنتكلم عنه بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله. واذا فشلت حقن البلازما، البلازما دي حاجه حديثه جدا. البلازما دي عباره عن احنا بناخد من الدم البني ادم نفسه، بناخد منه 50 سنتي، بندخلهم جوه مكانتين فلتره اللي هو فصل الفصل. أيوة. نطلع البلازما اللي هي عباره عن بروتينات البناء مع الصفائح مع شويه حاجات اخرى، وبنحقنها في المكان الاصابه. وبتجيب نتيجه احيانا، بتجيب نتيجه في حاجات كتير قوي، بالذات في الكتف، لكن في الركب مثلا ملهاش دور علمي. انما في الكتف بتجيب نتيجه في الحاجات اللي فيها التهابات او اوتار متعوره. لكن داخل المفصل دورها لغايه دلوقتي العلمي مش مثبت قوي. ناس كتير بتجربها بس ما فيش ما نطلق عليه سوليد ايفيدنس، يعني دلائل ثابته ان لها دور ايجابي جدا. لكن تمام. مثلا في اوتار الكتف، في اوتار الكوع لها دور ايجابي جدا موصوف ومدروس كويس. بعد كل هذه الخطوات اذا بقى لا قدر الله ما كانش في تحسن، يكون في تدخل، بنكون في تدخل جراحي. التدخل الجراحي بقى اللي هو بشكل تقليدي كلاسيكي ولا بجراحه ميكروسكوبيه؟ لا هو ولا ده هو امر يطول؟ لا 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 مش هطول شرح الحاجه. هو حضرتك يعني بالمنظار بنسبه 99.9 لو طلبت مني اعمل العمليه دي بالمفتوح هتبقى مش 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 مستساغه، مش مستساغه، ونتائج المنظار فيها كويسه جدا جدا جدا. اصل انا بسال ليه السؤال ده حضرتك؟ لان انا برضو فرصه ان انا اقول للناس ان في ناس بيخافوا من النتائج، يقول لك ايه لا المنظار ممكن ما يبقاش ما يحققش النتيجه، لان في تخصصات طبيه اخرى بتلاقي الاطباء يقولوا ايه احنا هنعمل العمليه بشكل تقليدي مش بالمنظار، مع انه المنظار او العمليات الدقيقه اللي هي دي نوع من انواع التحديث، مش نوع من انواع مش الاختيار يعني الثاني. هو فقصدي ان المنظار امن يعني، المنظار او الجراحات الميكروسكوبيه امنه يعني والنتائج بتاعتها افضل يعني. نادر قوي ما نحتاج نفتح في الكتف. نادر بس وارد، بس نادر. نادر في حاجات يعني المفروض ان زي ما قلنا 99% العيانين يبقى المنظار بالنسبه لهم كافي. تمام جدا. اللهم الا في الحاجات الاصعب قوي. انما هرجع خطوه لورا. لو حضرتك سالت لي امتى بنحتاج نعمل منظار للكتف. ايوه احنا بنحتاج نعمل. هو المنظار ده لازم يكون علاجي يا دكتور اشرف؟ ولا ممكن لا مفيش تشخيص. الحمد لله بقى عندنا كميه وسائل تشخيص من رنين مغناطيسي وموجات صوتيه، خلاص دي بتظهر ما لا ما كان لا يظهر يعني ال 95-97%. صح. فبالذات مع لما يتعمل كومبينيشن يعني ما بقيناش فكره ان احنا خلي بالك برضو احنا كشرقيين العملية تقيلة علينا. كلمة كل العملية كل دخول المستشفى تقيل طبعا. أوكي. طبعا. على الله عند كل الثقافات. والله الغرب مش قوي كده بس دي قصة أخرى. دي قصة أخرى.